إن الله تعالى واحد في ذاته، لا قسمة له ولا صفة ولا قديم غير ذاته، فمحال وجود قديمين. هذا هو التوحيد، فما قولك بذلك أيها الإمام؟ يونس، هل تدرك ما تقول؟ نعم يا إمام. وكيف تراه؟ أراه حسنا يقبله العقل والقلب. العقل والقلب، أنت تنفي عن الله ما أثبته لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف لا صفة له؟ ولكنها هنا من باب المجاز ولا تؤخذ بظاهر تفسير. يونس، لا تتحدث في هذه المسألة مرة أخرى، فلست على علم يؤهلك لذلك. أعذره يا إمام، فتلك ليست أقاويله، إنما هي من بدع حفص وأصحابه. أنا لا أراها بدعة، وأنتم لم تجيبوني بالحجة بل قطعتم الكلام. يونس، فقيهنا حفص على حق. من الطارق؟ محمد بن إدريس. مر برأسي أكثر من رجل اسمه محمد بن إدريس، ولم أتوقع قط أن يكون أنت يا إمام. لم أستطع النوم وفي قلبك شيء مني. يا يونس، تجمعنا مئات المسائل، فهل تفرقنا مسألة؟ لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف. تفضل يا إمام، تفضل. كيف نجمع النقيضين؟ هناك صفات إلهية جاءت في القرآن الكريم وأيضاً في السنة النبوية، كالأسماء الحسنى التي وردت في الآيات، ومنها مثلا إن الله غفور رحيم، سميع، عليم، بصير، خبير. هذه لا يختلف مسلم في معناها، فالله عليم بصير سامع قادر. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.